ونبقى مع القرائب والعجائب، حيث فرح هؤلاء الشباب فرحة هستيرية حين صادوا أرنب. إذا صادوا غزال كان حيعملوا شنو يا ربي؟ دعونا نشاهد الفيديو أصدقائي ونقرأ أبرز التعليقات عليه. كانت التعليقات على هذه الفرحة الهستيرية لذيذة وظريفة. يعني محمد قال الأرنب ده فيه علاج الصرع ولا شنو؟ بينما عبدو قال يعني لو اصطادوا غزالة حيجيبوا موسيقى سلاح الجيش ولا كيف؟ عمر قال انتوا فاهمين غلط، الشغل بتاع الصيد ده فيه رهانات جد وقروش. يعني انتوا قايلين البنازين والجري والمطاردات والخسائر دي كلها شان أرنب بس؟ سهر قالت أرنب ولا أسد عشان نفهم سر الفرحة دي يعني. كمان قال اللهم ثبت العقل والدين. شرف الدين قال دي أرنب ولا ديناصور الفرحة دي؟